نحن اليوم في إطار مائدة السلام اللي كتنظمها الشبكة ومجلة فرح، واسم ديالها نساء بيضاويات. علاش نساء بيضاويات؟ حنا بغينا نذكروا لأن الدار البيضاء حاليا، خاصة عملة الدار البيضاء أنفا، عرفت وصول منتخبين ومنتخبات جدد، وبغينا نغتنموا هذه الفرصة ديال هاد الناس اللي باقا ديال النفس الجديد، باش نحسوا بضرورة العمل على محو الاميه القانونيه، لان عندنا ترسانه الحمد لله جد مهمه من القوانين، ولكن المشكل كيبقى في التنفيذ ديال هذه القوانين، وكذلك عدم معروفها ما معروفاش ما عند على الصعيد الوطني. وكذلك فاحنا بغينا نخرجوا بالورد استراتيجيه للعمل على التحسيس، وكذلك شرح والتعريف بالترسانه القانونية المتواجدة في المغرب. كيشارك في هذه المائدة المستديرة عدة فعاليات، كنت شريبي رئيسة مقاطعة سيدي بليوت، وكذلك جون توشيت هو القائم بالأعمال في سفارة كندا، تمثل بصفته بشخصية السيدة سفيرة كندا في المغرب، ودخلت معنا عبر التقنيات لايف السيدة سفيرة سوريا العثماني من أوتاوا، سفيرة المغرب في أوتاوا. فالكل متفق على ضرورة العمل من أجل تقريب، لا سمحتوا لي هاد العبارة، تقريب القانون اللي هو عندنا قوانين جد 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 مهمة وجد متقدمة، ولكن تقريب القوانين من الشارع المغربي ومن المجتمع المغربي ومن المواطن المغربي. فالتربية، احنا دابا كنكونوا في الشارع تنقولوا ما كانش البوليس، واش البوليس غادي نعملوا على راس كون شخص على كشار كون فرد في الشارع بوليسي؟ ما يمكنش. ولكن اذا كان هذا الانسان متواجد في الشارع كيعرف، هو عنده إلمام بالحقوق وبالقوانين وباحترام، لان كيعرف ديك السيده اللي ماشيه في الشارع راها يمكن تكون خته، يمكن تكون مو، يمكن تكون جارته، فلا تتربى وترى كبر في واحد الوسط كيحترم هذه القوانين، ما يكون الا مربي على هذه القوانين. هي مساله عدم وعدم السلوك والتغيير في السلوكيات ديالنا. أنا من بين منظمة هذا الملتقى الذي هو ملتقى مائدة مستديرة، مائدة السلام المستديرة، وهي عبارة عن استراتيجية تربوية لبلورة حقوق المرأة، وأعطيناها شعار نساء بيضاويات، لأن كما يعرف الجميع النساء المغربيات صانعات التاريخ، وهن مميزات ورائدات وقياديات، والمرأة المغربية وضعت بصمتها على مدى عصور خالت في جميع المجالات السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، خرجت عن النمط العادي ديالها، نمطها العادي ألا وهو دورها الذي كان يقول الجميع لابد أن يختصر ويختزل في أشغال البيت والإنجاب. فالمرأة تخطت هذه المرحلة وكسرت الأفكار المجتمع الذكوري الذي يقول أن ليس لها دورا، ونسي بتاتا أن لها دور إنساني ودور اجتماعي ثقافي سياسي، سواء في المجال الوطني وفي المجالات الدولية أيضا. طبعا المرأة كما قلت خطت خطوات كبيرة جدا وحققت نجاحات رائدة ونجاحات كبيرة على مدى جميع المستويات، ولجت أيضا المهام التي والمجالات التي كانت حكرا على الرجال، فأبانت على علو كعبها في عهد المغفور له محمد الخامس رحمه الله، أتاح لها فرصة أنها تكون قيادية، تكون جهادية نضالية. في عهد المرحوم المغفور له الحسن الثاني
أبانت على قدراتها وعلى كفاءتها وعلى إنجازاتها ونجاحاتها. وفي عهد المنصور بالله محمد السادس أطال الله في عمره كانت أصبحت قوة اقتراحية. فتحية للمرأة المغربية. ولا أنسى أن أذكر مجهودات وجميع الأعمال التي قامت بها المرأة القروية، فهي أيضا بدورها تقوم بأعمال جليلة جليلة وهادفة جدا على جميع المستويات حسب محيطها الصغير ومحيطها الكبير. فتحية للمرأة المغربية، وأفتخر أنني أنتمي إلى نون النسوة.